في هذه الحصة إن شاء الله سنحاول حساب مجموعة من التعابير العددية بطبيعة الحال في مجموعة الأعداد العشرية، لأن هذا الفيديو موجه لتلاميذ الأولى ثانوي إعدادي، ويمكن لتلاميذ الثانية ثانوي إعدادي كذلك الاستفادة من محتواه. دونك هناك مجموعة من التعابير، دونك هذا التعبير مثلا هو عبارة عن مجموع، أما باقي التعابير فهي عبارة عن جداءات. دونك الهدف من هذا الفيديو هو الوقوف حول مجموعة من خصائص عمليتي الجمع والضرب، دونك الخصائص التي سبق لنا أن تطرقنا لها في محاور الدرس. دونك مثلا خاصية التبادلية، خاصية التجميعية، خاصية العنصر المحايد بالنسبة للجمع، بالنسبة للضرب كذلك، العنصر الماس إلى آخره. دونك مثلا لحساب هذا المجموع الذي هو عبارة عن مجموع من عدة أعداد عشرية، يمكننا أن نوظف خاصيتين. دونك خاصية التبادلية، دونك عندما نقوم بحساب مجموع عددين فإن ترتيب الحدود لا يؤثر على نمية المجموع. دونك نقول إن مجموع عددين عشريين لا يتغير إذا غيرنا ترتيب حدوده، وكذلك إذا كانت لدينا عدة أعداد عشرية يمكننا أن نعوض بعض الحدود بمجموعها. دونك مثلا هنا يمكنني أن أغير ترتيب هذه الأعداد، هذه الحدود، وكذلك يمكنني تعويض بعض الحدود بمجموعها. دونك مثلا يمكنني أن أعوض هذه العملية، دونك 8.4 زائد 2.7 بمجموعها، وهذا لا يؤثر على حساب هذا المجموع. لكن هنا نلاحظ أن يمكنني حساب بكل سهولة العددين 8.4 و7.6، ولهذا سأقوم بتغيير الأماكن هنا أولا. دونك سأسحب العدد 7.6 لأجعله مباشرة بين بعد العدد 8.4. دونك لاحظوا معي هنا، دونك كانت لدينا هذا التعبير، دونك 8.4 زائد 2.7 زائد 7.6 زائد 5.3، وأصبح لدينا الآن 8.4 زائد 7.6 زائد 2.7 زائد 5.3. دونك الهدف من هذه العملية، دونك هذا التغيير الذي قمنا به، هو أنني سأحسب بكل سهولة العددين 8.4 والعدد 7.6. دونك هنا يكفي أنني أضغط على رمز المجموع اللي هو عملية زائد فأحصل على النتيجة، دونك 8.4 زائد 7.6 تساوي 16. بعد ذلك يمكنني أن أفعل نفس الشيء، يمكنني حساب بسهولة تامة العدد 2.7 والعدد 5.3، دونك سأحصل على طبيعة الحال المجموع اللي هو 8، وبعد ذلك سننجز العملية 16 زائد 8 فنحصل على العدد 24. دونك هنا قمنا بتوظيف خاصيتين، دونك قمنا بتغيير ترتيب الحدود، وقمنا بتعويض بعض الحدود بمجموعها. دونك هنا عوضنا، قمنا بتعويض 8.4 زائد 7.6 بالعدد 16 الذي هو عبارة عن مجموع العددين، وكذلك قمنا بتعويض العدد 2.7 زائد العدد 5.3. دونك هذه العملية قمنا بإنجازها، وقمنا كذلك بتعويضها بالعدد 8 الذي هو عبارة عن مجموع هذه ولا مجموع هذين العددين. دونك 16 زائد 8 بطبيعة الحال تساوي 24. دونك بنفس الطريقة سنحاول إنجاز باقي العمليات. دونك هذه التعابير العددية هي عبارة عن جداءات، دونك هنا كذلك سنقوم بتذكر وتذكير أو تذكر والتذكير ببعض خصائص عملية الضرب. دونك هنا سأقوم بسحب هذا التعبير، تعبير أ، دونك يمكن العودة إلى الوراء، نعم، دونك سأسحب هذا التعبير ثم أخذ التعبير بي لكي نقوم بمعالجته معا. التعبير بي هو عبارة عن جذع، قلنا جذع عدة عوامل، دونك هذه عبارة عن أعداد عشرية كذلك. دونك العدد 4 في 25 في 8 في 0.125. دونك هذا التعبير هذا كذلك هناك عدة خصائص تميز عملية الضرب، من بينها التبادلية، يعني عندما نريد حساب جداء عددين يمكننا أن نحسبه بأي طريقة ممكنة. دونك يمكننا تغيير الأماكن أو حساب التعبير من اليسار إلى اليمين. دونك مثلا هنا سنقوم بحساب الجداء 4 في 25 فنحصل على 100، ومن جهة أخرى سنحسب العدد 8 في 0.125، لأن هذه العملية هي عملية بسيطة تعطي بطبيعة الحال العدد 1. هنا لدينا خاصية أخرى سنقوم بتوظيفها، ألا وهي خاصية العنصر المحايد بالنسبة للضرب. عندما نضرب عدد عشري في 1 فإننا نحصل على نفس العدد العشري. عندما نقول أو عندها نقول إننا استعملنا خاصية العنصر المحايد، دونك العدد 1 يسمى العنصر المحايد بالنسبة لعملية الضرب.
بنفس الطريقة يمكننا إنجاز تعبير بي عفوا تعبير سي. دونك سأقوم بمسح من الأفضل حتى نحرر بعض المساحة للاشتغال. دونك هذا التعبير دونك 1.28 في 9.17 في 2023.202 في 0 في 1.07. دونك هذا التعبير هو عبارة عن جذاع عدة أعداد عشرية. دونك رأينا سابقا بأن جذاع عددين لا يتغير إذا غيرنا ترتيب العوامل ترتيب عوامله، وكذلك جذاع عدة أعداد عشرية لا يتغير إذا عوضنا بعض عوامله بجذائها. وكذلك رأينا دونك تطرقنا لخاصية أخرى، ألا وهي خاصية العدد صفر الذي تميز العدد صفر بالنسبة للضرب، ألا وهو ألا وهي أننا نقول إن العدد صفر هو العنصر الماس، بالفرنسية نقول ليمون أبسوربون، يعني عندما نضرب عدد عشري ما في صفر فإننا نحصل على الصفر. دونك بما أن العدد صفر يتواجد في هذا المجموع فإن بطبيعة الحال النتيجة ستساوي صفر. دونك هنا يكفي أننا نحسب صفر في 1.07 فنحصل على الصفر، بعدها نحسب 2023.202 في الصفر فنحصل كذلك على الصفر، ثم 9.17 في الصفر تعطي الصفر، وبعدها 1.28 في الصفر تعطي صفر. دونك هنا استعملنا خاصية العنصر الماس الضرب في الصفر، يعني بالنسبة للضرب بالنسبة لعملية الضرب. دونك سنمر للتعبير الموالي. دونك تعبير دي، دونك تعبير دي هو عبارة عن جذاء كذلك لعدة أعداد عشرية. دونك هنا لدينا ثلاثة أعداد عشرية، دونك 7.1 × 1 × 10. دونك هنا سننجز العملية الأولى 7.1 × 1، بما أن العدد واحد عنصر محايد فإن هذه العملية ستعطي 7.1، وبعدها نضرب النتيجة 7.1 × 10. دونك عندما نضرب عدد عشري في 10 يكفي إزالة أو إزاحة الفاصلة إلى اليمين برتبة واحدة. دونك هنا سنحصل على النتيجة 1.7. التعبير الموالي تعبير E. دونك كذلك التعبير هو عبارة عن جذاع عدة أعداد عشرية. دونك هنا سنستعمل الخاصية الأولى، يمكننا تغيير ترتيب العوامل عفوا. دونك مثلا سنحسب بسهولة عدد 4 في أو العدد 8 في 0.125، ولهذا سأجعل العدد 25 مباشرة بعد العدد 4. دونك يمكننا حساب هذه العملية بسهولة. دونك هنا دونك سنحسب 4 في 25 ستعطي 100، ونحسب من جهة أخرى 8 في 0.125 تعطي 1. وبما أن العدد 1 هو عنصر محايد بالنسبة لعملية الضرب فإن هذه العملية ستعطي 100. العملية الموالية F. دونك سنحسب كذلك هذا التعبير الذي هو عبارة عن جذاع عدة أعداد عشرية. دونك سأقوم بسحب العدد 20 وأجعله جنبا إلى جنب مع العدد 5. دونك هنا بالضبط الآن سأحسب 5 في 20 تعطي 100، و 0.25 في 0.4 ستعطي 0.1. عندما نضرب عدد عشري في 0.1 يكفي إزاحة الفاصلة إلى اليسار برتبة واحدة، دونك هنا ستصبح النتيجة هي 10. التعبير الأخير الذي سنقوم بإنجازه في هذه الحصة، دونك 5 في 0.8 في 40 في 0.125 في 3. دونك هنا سأسحب العدد 40 وأجعله مباشرة بعد العدد 5. هنا يمكنني كذلك أن أسحب العدد 3، دونك لكن يمكنني حساب هذه العملية. دونك 0.8 في 0.125 طبيعة الحال سبق لنا أن قمنا بحسابها في السؤال السابق. كذلك يمكننا إنجاز هذه العملية 5 في 40. 5 في 40 تساوي 200، 200 في 3 ستعطي 600، 200 في 3 ستعطي 600، و 0.8 في 0.125 ستعطي 0.1. دونك 600 في 0.1 تساوي 60.
دونك الهدف من هذا الفيديو هذا كان هو الوقوف حول خصائص العمليتي الضرب والجمع، دونك الخصائص المهمة التي تساعدنا في إنجاز مجموعة من العمليات الحسابية بسهولة تامة. دونك شكرا على اهتمامكم، وإلى حصة مقبلة بحول الله.